برشا حب وبرشا حسرة. حسرة على شنو برشا؟ حسرة على برشا حاجات، على ما صايف البلاد توا. أهيا أهيا المرأة التونسية، أهيا أهيا المرأة التونسية، أهيا أهيا المرأة التونسية، أهيا أهيا اليوم مازالت راهي باش تكبر، ها نقول لكم من توا راهي مازالت باش تكبر، النساء والرجال من كل الشرائح ومن مختلف الجهات جاوا يعبروا على انهم اولا متوحدين وثانيا يطالبون بالتغيير، ومش برك يطالبون بالتغيير، سيحققون التغيير بفضل وحدتهم وبفضل تعبئتهم. اللي عاش نهار 6 اوت قالوا ما عادش باش يقع تعب من بعد في تونس، قال لهم هاي حراير تونس اليوم، قالوا لهم انه باش يواصلوا التعبئه حتى تحقيق الهدف اللي وحد التوانسه هو انقاذ تونس من هذه الهيمنه والغطرسه والتخلف. صراحة هو يوم نضالي، مش يوم احتفال، مش يوم عيد، ونوم نضالي خاصة اليوم اللي حقوق المرأة التونسية ما عادش بقينا فصلنا عندنا أكثر من سنة نتناقشوا في أمور اللي كنا بالنسبة لنا هي مكاسب وليت خايفين عليها، خايفين اللي يقع تفريط فيها واللي يقع تراجع فيها. دونك اليوم متفائلة لأن كانت آلاف الآلاف النساء في الشارع بتدافع على حقوقها وعلى مكاسبها. صرخة الثورة كانت لابس المالية
ولابس اللحفة وكان بريتم يا مالي المزيد. ما تنساوش نساتانا، ما تنساوش شهيدات الرقاب، ما تنساوش الطالبات والمحاميات والقاريات والفنانات والمبدعات، ما تنساوش ربات البيوت اللي خرجوا للشارع. ديما ديما نسى تونس، ديما نسى تونس حضرات. أنا جبهة الأنقاذ الوطني تحيي في ذكرى العيد الوطني المرأة نضالات نساء تونس وجماهير شعبنا وقوات جيشنا الوطني وأمننا الداخلي وخاصة النساء منهم وعائلات كل الشهداء فإنها تعلم أولا تمسكها بضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطة المنبثقة عنه، تمسكها بضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطة المنبثقة عنه حكومة ورئاسة، وتحمل الائتلاف الحاكم مسؤولية المماطلة في ذلك وتعزيم الوضع. ثانيا الشروع في المشاورات حول أهداف الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني المستقلة من 15 عضو برئاسة شخصية وطنية مستقلة سيقع عنها الإعلان في الوقت المناسب. ثالثا انطلاق حملة أرحل ابتداء من يوم غد الأربعاء 14 عود لعزل المعتمدين والولاد والوسائل المساعدة العمومية وفي الإدارة. انطلاق حملة أرحل ابتداء من يوم غد الأربعاء 14 عود لعزل المعتمدين والولاد ورؤساء المنشآت العمومية وفي الإدارة المركزية الذي تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي. رابعا التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 عود 2013. رابعا التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 عود 2013. بالنسبة لي ربما يستاءوا من الكلمة اللي توجهت بها أنا اليوم لإخوتي في إن شاء الله لباس، إن شاء الله ربي لا يحيركم إن شاء الله ما تستاءوش. المفروض اللي يسيء هو الدم اللي سال والكرطوش اللي تصب في روس وأجساد أبرياء، وإذا كان كلامي هذا يسيئكم ما حاجة تخصكم. أنا توجهت به الناس تفهمني، للي ما يفهمونيش ما يعنيهمش كلامي.